يعرف بأحد عباقرة تطوير الألعاب، وهو مؤسس نوع ألعاب الرعب الحديثة واللي أخذها لآفاق ما حد كان يتخيلها أبداً. اسمه شينجي ميكامي، مطور نشأ في شركة كابكوم اليابانية العريقة، وترك مو بصمة إنما بصمات جعلتها من أيقونات الصناعة، بس طريقة ما كان مفروش بالورود أبداً. حياة شينجي ميكامي كانت صعبة. في طفولته كان يعيش أيام مرعبة مع أبوه العنيف اللي ذكر بأنه كان يضربه يومياً. وفي أحد البرات شينجي ميكامي حاول ينام قبل لا يحل واجبه، وقام أبوه يجلده وطرده من البيت، وقعد يلاحقه بالسيارة لمسافة 6 كيلو، بعدين تركه وخلاه يرجع لبيتهم مشي. خلال أيام مراهقته كان عاشق لمتابعة أفلام الرعب مثل فيلم The Texas Chainsaw Massacre و The Evil Dead، وكان وده يصير سواق سيارات الفورميلا 1. بعد ما سقط مرتين في الاختبار اللي يدخل في الجامعات في اليابان، قدر يدخل الجامعة وتخصص دراسة ترويج السلع. بعد ما تخرج حضر حدث تسويه كابكوم لخريجي الجامعات، قدم عليهم مبدئيا ورفضوه، لكن بعد اسبوع رجعوا تواصلوا معه وتوظف معهم كمصمم العاب في 1990. واول لعبه له كانت لعبه كويزات، وبعدين بدا يشتغل على العاب ديزني منها لعبه كوف تروب ولعبه علاء الدين على السوبر نينتندو اللي باعت اكثر من مليون. في 1993 بدا يعمل على لعبه روب احداثها تدور في قصر اسمها ريزيدنت ايفل. لكن قبل ما توصل لهذه النقطه، اللعبه هذه كانت بتكون ريميك للعبه اسمها سويت هوم، وهي من صنع شخص اسمه توكورو فوجيوارا اللي هو نفسه مخرج لعبه سويت هوم اللي كانت عباره عن لعبه رعب ار بي جي على جهاز العائله. لكن بعد فترة من العمل على هذا المشروع، فوجيوارا ما مشت معه الأمور، فقام خلى شينجي ميكامي يصير المخرج والعقل المدبر لهذا المشروع، وقال له عن فكرة تحويل المشروع إلى ريزيدنت إيفل. سبب وضع ميكامي كمخرج للمشروع لأنه يعرف وش هو الشيء اللي يزرع الخوف في قلوب الناس. فبعد 3 سنوات من التطوير أعطانا اللعبة اللي تركت بصمتها في صناعة الألعاب كأول لعبة رعب ونجاح، وبنفس الوقت كانت ثورية في وقتها لأنها أعطتنا شخصيات ثلاثية الأبعاد وخلفيات ثابتة تتنقل من بينها. إلى هذا اليوم ما نحصل لعبة مميزة مثل سلسلة Resident Evil، لأن أسلوب لعبها وتحكمها كان محبوب بشكل كبير وأثر على الصناعة لدرجة صرنا نشوف ألعاب كثيرة مثلها. الكثير أيضا ينسب نجاح البلايستيشن 1 بسبب Resident Evil. بعد الجزء الأول ميكامي استمر في إشرافه كمنتج على السلسلة من الجزء الثاني والثالث وزيرو، ومع كل لعبة ترقب من منصب إلى أعلى حتى صار مدير عام لأحد استديوهات كابكوم، وكان منتج رئيسي على أول جزء Devil May Cry. خلال عمله كمنتج على الجزء الثالث من Resident Evil كان أيضا مخرج لواحد من أمتع ألعاب الرعب Dino Crisis، اللي لما صدرت حققت نجاح وسموها الناس Resident Evil لكن بالديناصورات. أحد أشهر لحظات مسيرته العملية كانت مع إعلان Capcom 5 اللي راح يصدرون فيها 5 ألعاب على جهاز الجيم كيوب حتى يزيدون من مبيعات الجهاز، وهذه الألعاب كانت Killer 7, Beautiful Joe, Dead Phoenix, PN03 وطبعا Resident Evil 4. لما نزلت أول لعبة اللي هي PN03 وكانت مبيعاتها ضعيفة، تنحى شينجي ميكامي من منصبه كمدير عام ورجع مسك Resident Evil 4 كمخرج لها حتى يعوض عن مصيبة المبيعات. ولما صدرت Resident Evil 4 صارت أضخم نجاح لشينجي ميكامي لأنها حققت مبيعات ضخمة، وبنفس الوقت أعادت تعريف ألعاب الرعب ووضعت الأسس الأولى لألعاب المنظور الثالث. في 2004 انضم ميكامي لفريق كلوفر التابع لكابكوم وصنع واحدة من أغرب ألعابهم God Hand، وهي كانت لعبة أكشن على قتال الشخصيات فيها تتضارب بيدينهم والشخصية اللي تلعب فيها تتلكم بشكل يضحك وسريع. في 2007 مع فريق بلاتنم قدم لنا لعبة نقط أكشن بشكل مبهر والسرعة فيها شيء تدمن عليه، وهذه كانت لعبة التصويب المنظور الثالث Vanquish. من بعدها الرجال مل بالعمل مع الشركات الثانية وحب يفتح شركة خاصة فيه، واللي لما فتحها سماها تانجو، وصنع مع هذا الفريق جزئين من The Evil Within. سبب عودته لألعاب الرعب على حسب كلامه ذاك الوقت أن ألعاب الرعب صارت مملة وركزت أكثر على طابع الأكشن أكثر من النجاح، ولهذا السبب صمم The Evil Within. حاليا فريق تانجو جالسين يطورون لعبة Ghostwire Tokyo بإخراج المبدع شينجي ميكامي. هذا الشخص مع أنه مشهور بألعاب الرعب إلا أنه أبدع في تصميم ألعاب بأكثر من نوع، أعطانا ألعاب منصات محبوكة مثل لعبة علاء الدين، وأعطانا لعبة شوتر مميز بسرعتها إلى هذا اليوم وهي Vanquish. هذا غير أنه صنع نوع ألعاب الرعب والنجاح وقدر يبدع فيها أكثر من مرة. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، وإذا عندكم مطور ثاني حابين تتعرفون عليه أكثر اكتبوا اسمه بالتعليقات. كان معكم نواف النغموش، ويعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.